واحد اتجوز واحدة ست حلوة جدا وكان بيحبها لدرجة العشق، وهي بصراحة كانت نعمة الزوجة. مع مرور الأيام اضطر الراجل ان هو يسافر علشان يدور على شغل يعني، بس قبل ما يسافر حب ان هو يقعد مراته في حتة تكون في ايد أمينة، علشان هو كان خاف عليها انها تقعد لوحدها في البيت لانها برضو واحدة ست جميلة وملهاش ولا حول ولا قوة. فملقاش غير اخوه ابن امه وابوه، فراح له واداله مراته ووصى عليها وخد بعضه وسافر. ومرت فترة والاخ خان اخوه وحاول معاها، بس طبعا الست كانت ست كويسه وما رضيتش تعمل كده خالص وتخون جوزها. فاخو جوزها هددها ان هو يفضحها لو ما عملتش كده معاه. قالت له اعمل اللي انت عايزه انا معايا ربنا. ولما جوزها رجع من السفر اخوه قال له على طول ان مراتك حاولت معايا وكانت عايزه تخونك معايا بس انا ما رضيتش. الراجل طبعا سخن وراح مطلق مراته من غير حتى ما يقعد دقيقه يفكر، وما سمع لهاش ولا كلمه علشان هو طبعا مصدق اخوه، وطردها ورماها في الشارع. الست كانت ماشيه مش عارفه تروح فين، ملهاش ولا بيت ولا مأوى. وهي ماشيه في الطريق عدت على بيت كان في راجل كبير عابد وزاهد في الدنيا، فخبطت على الباب وحكيت له حكايتها. الراجل على طول صدقها وطلب منها انها ممكن تقعد معاه وتشتغل معاه تربي له ابنه مقابل اجر، فعلى طول وافقت طبعا. وفي يوم من الايام الراجل العابد ده خرج من البيت، جه الخادم بتاعه وحاول معاها برضه بس هي على طول رفضته وخافت تعصي ربنا، فهددها الخادم ان هو هينتقم منها لو ما وافقتوش على اللي هو عايز يعمله، بس هي طبعا كانت رافضه رفض نهائي. فرح الخادم دخل خلص على ابن الراجل العابد وانهى حياه الطفل ده. لما الراجل العابد رجع اول ما شافه الخادم قال له ان الست دي هي اللي انهت حياه ابنك، فطبعا الشيخ العابد غضب جدا، بس هو عشان راجل عابد وزاهد في الدنيا سامحها واحتسب اجره عند ربنا وعفى عنها واداها دينارين عشان تتكل على الله تمشي كأجر ليها يعني على خدمتها، وقال لها اطلعي بره البيت مش عايز اشوفك هنا تاني. خرجت الست من بيت الشيخ وراحت على المدينه، فلقت شويه رجاله ماسكين راجل ونازلين في ضرب، فقربت منهم وسالتهم انتوا بتضربوه ليه؟ فقالوا لها اصل الراجل ده عليه دين ولسه مش عارف يسده ولا حتى راضي ان هو يكون عبد عندهم. فقالت لهم طب والدين بتاعه ده قد ايه؟ قالوا لها ده دينارين. قالت لهم خلاص انا هسدد الدين ده عنه، ودفعت فعلا الدينارين وخلصت الراجل من اللي هو فيه. فالراجل راح سالها انت مين؟ فحكيت له على الحكايه كلها من طاطا لسلام عليكم، فقال لها خلاص انت هتيجي تشتغلي معايا ونقسم الارباح ما بيننا وبين بعضين. فوافقت على طول. قال لها خلاص احنا ممكن نطلع على المركب ونسيب القريه دي خالص. فهي كانت ماشيه معاه تحت طوعه، واول ما وصلوا السفينه امرها انها تركب المركب، وهو راح لربان السفينه وقال له ان دي الجاريه بتاعتي وانا عايز ابيعها لك. فطبعا الربان لقى ست حلوه فاشتراها على طول، والراجل قبض ثمنها وهرب. السفينه مشيت والست قعدت تدور على الراجل بس برضه ما لقيتوش. فطبعا البحاره اللي على المركب اتلموا عليها وكانوا بيحاولوا كلهم معاها، فطبعا هي ذهلت من الموقف اللي حاصل. الراجل اللي انا سددت له دينه وعتقته عمل فيا كده؟ فالربان قال لها انا اشتريتك خلاص وانت دلوقتي الجاريه بتاعتي ولازم تسمعي كلامي. فطبعا هي رفضت توافق على اللي هو بيفكر فيه، وفجاه وعلشان ربنا واقف معاها قامت عاصفه وغرقت السفينه كلها، ما نجاش منها الا الست دي وغرق كل البحاره اللي على السفينه. وكان ساعتها حاكم المدينه كان بيتمشى على الشاطئ، ولما هبت العاصفه كان هو ساعتها على الشاطئ، فلقى الست المايه جابتها له لغايه عنده على الشاطئ، كانت ماسكه في لوح خشب من باقي السفينه، فامر الحرس بتوعه على طول ان هم يجيبوها ويودوها على القصر، وامر الدكتور ان هو يعالجها. ولما فاقت سالها عن حكايتها، فقالت له على الحكايه كلها من اول ما اخو جوزها خانها لغايه اما طلعت السفينه. فالملك اعجب بيها جدا وبص لها بنظره تقدير وحبها جدا وقرر ان هو يتجوزها. كانت هي بالنسبه له بيستشيرها في كل حاجه لان كانت اراها كلها حكيمه وكان صيتها زع في كل البلاد. ومرت الايام توفى الملك الطيب واجتمع كل اعيان البلد علشان يعينوا حاكم جديد، فكلهم اختاروا الست علشان عقليتها وحكمتها. فاول ما مسكت الحكم امرت ان هم يجيبوا لها كرسي ويحطوه في الساحه العامه في البلد، وامرت جميع رجال المدينه ان هم يتعرضوا عليها، وبدات رجاله المدينه كلهم يمروا قدامها. فشافت جوزها فقالت له تعالى انت على جنب، وشافت اخو جوزها وقالت له تعالى انت برضه اقف جنب اخوه. بعد كده لقت الشيخ العابد فقالت له اقف انت كمان على جنب، وشافت الخادم بتاعه قالت له اقف جنب الشيخ على جنب. بعد كده لقت الراجل اللي هي اعتقته ودفعت له الدين بتاعه فقالت له اقف انت كمان على جنب. فقالت لجوزها اخوك ضحك عليك وخدعك انت بريء، اما هو فهيتجلد علشان هو كذب عليك واتهمني بشرف. وقالت للشيخ العابد انت الخادم بتاعك ضحك عليك وخدعك انت بريء، انما هو فانا هخلص عليه لان هو اللي خلص على
على ابنك، وقالت للرجل الخبيث انت بقى هتتحبس ومش هتطلع من السجن تاني علشان انت خاين وبعتني، مع ان انا الست اللي انقذت حياتك. بنتظلم كتير في حياتنا، بس اول ما بنسلمها لربنا لو احنا نيتنا صافيه من جواها هتلاقي ربنا جاب لك حقك لغايه عندك وانت قاعد بتتفرج من غير حتى ما تخطط وترتب. كل واحد ظلمك في يوم، ما تقلقش ربنا ما بيسيبش حق حد. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.